بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. بعد ما شفنا في الفيديو الأول للوحدة الثانية تحولات النووية لترانسفورماسيون نوكليير، شفنا أعطيتكم مقدمة وأعطيتكم أهم العناوين اللي راح ندرسهم في هذه الوحدة. في الوحدة الثانية بإذن الله راح نشوف قبل ما ندخل في الدرس بعض المكتسبات القبلية. عندنا أولا اللي هي البنية النووية، يعني الفيديو الأول هذا راح نشوف بإذن الله فيه النموذج النووي، أي أن تركيب الذرة، تتركب الذرة من نواة تدور حولها إلكترونات، وبنية النواة أي تتركب النواة من نويات، وهي عبارة عن بروتونات ونيترونات مرتبطة بقوة جذب قوية. أي أعزائي الطلبة، يتكون العنصر من ماذا؟ من وحدات متشابهة ومتناهية في الصغر، يطلق عليها اسم الذرات. هذه كنا شفناها بما قبل. وتختلف العناصر بماذا؟ باختلاف ذراتها. يعني ذرة أي عنصر كيميائي تتكون من نواة ثقيلة، نواة ثقيلة تحيط بها سحابة إلكترونية خفيفة. يعني شو الفرق بين كلمة نواة ثقيلة سحابة إلكترونية خفيفة؟ بحيث قطرها من رطبة تكون حوالي 10^-5 متر. وأما النواة يوجد بها نوعان من الجسيمات الدقيقة، هي ماذا؟ هي البروتونات. البروتونات اللي نرمز لها بي 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 هكذا، علاه لان يسموها لي بروتون. وعندنا كذلك النيترونات، نيترونات نرمز لها بي ان، لماذا؟ لان يسموها لي نوترون هكذا. هذا البروتونات وهذا النيترونات الموجودة في النواة تسمى بالنيوكليونات. لي نيوكليون. وها هو التمثيل الرمزي للنواة، حيث إكس يمثل الرمز الكيميائي للعنصر، و A أي الرقم الموجود هنا يمثل العدد الكتلي، والرقم الموجود هنا في مكان الزد هو العدد الذري. ماذا نقصد بالعدد الكتلي؟ نقصد به هو مجموع البروتونات والنوترونات. يعني هنا نقدر نكتب أنه N مجموع النوترونات يساوي A ناقص زد، يساوي ماذا؟ A ناقص زد. أما العدد الذري فهو عدد الشحنات، أي يمثل عدد البروتونات، كذلك يمثل عدد الإلكترونات، لأن في الرمز الذرة نجد أن عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات كما تلاحظون هنا. وها هو نأتي الآن نملأ هذا الجدول، حيث لدينا البروتون P، النيترون N، والإلكترون أي عندنا الكتلة بالكيلوغرام، و الكتلة بوحدة كتلة الذرية أي Atomic Mass Units، والشحنة بالكولوم. عندنا هنا كتلة البروتون عندنا هي 1، أي 1 فاصل أو أمبي، نرمز لها بأمبي، لا ماس دو بروتون تساوي 1.6726 في 10^-27. وكتلة هذه بالكيلوغرام، وكتلة النيترون تساوي أي أم بي هي كتلة البروتون. لماذا؟ لأن كتلة النيترون تساوي بالتقريب كتلة البروتون، أي تساوي 1.6749. لاحظ ما كاش اختلاف كبير، يعني تقريبا تقدر تقول متساويين في 10^-27.
أما كتلة الإلكترون ام او تساوي اي 9.11 في 10 وناقص 31. لاحظ أنها صغيرة جدا جدا، صغيرة جدا جدا، حيث أن كتلة البروتون، لاحظ كتلة البروتون تساوي ماذا؟ تساوي 1836 في كتلة الإلكترون. لاحظ أن كتلة الإلكترون صغيرة بزاف بزاف، يعني نضربها في 1836 باش نصيبوا كتلة البروتون. أما الكتلة بوحدة الكتلة الذرية أي أم أو اللي هي أتوميك ماس يونيتس، أتوميك ماس يونيتس لنرمزوا لها باللغة العربية، واو وحدة الكتلة الذرية، وحدة الكتلة الذرية صح. عندنا هنا اللي هي 1.00728، وهنا أي 1.00866، وهنا عندنا 5.4858 في 10 وناقص 4، يعني عدد صغير بزاف على هذا. أما بالنسبة للشحنة فالوحدة تاعها هي الكولوم. قبل ما نجو الشحنة، بالنسبة لهذا الـ AMU، AMU يعني اللي هو وحدة الكتلة الذرية، هذا الوحدة تستعمل لقياس كتلة الجسيمات الدقيقة، تستعمل لقياس ماذا؟ كتلة الجسيمات الدقيقة، حيث 1 AMU يساوي ماذا؟ يساوي 1.66055 في 10^-27 كيلوغرام، هذه الوحدة. نواصل مع الجدول. عندنا بالنسبة للشحنة، حيث شحنة البروتون اللي هي شحنة موجبة نرمز لها ب او بلس تساوي 1.6 في 10^-19 كولوم. أما بالنسبة لشحنة النوترون فهي شحنة يعني لا شحنة له، صفر، لا شحنة له، أو نقول شحنة متعادلة. إذن وأما شحنة الإلكترون او موا أو او تساوي ناقص 1.6 في 10^-19 كولوم. يعني هنا لو لاحظنا جيدا الجدول أعزائي الطلبة، لاحظوا أن كتلة الذرة تكون متمركزة في نواتها، كتلة الذرة تكون متمركزة في نواتها. لماذا؟ لأن كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة البروتونات، يعني صغيرة بزاف بزاف. كذلك نلاحظ أن الذرة معتدلة كهربائيا، يعني عدد الإلكترونات البروتونات يساوي عدد الإلكترونات، يعني الزاد هذا يرمز إلى عدد البروتونات كما أنه يرمز إلى عدد الإلكترونات. وكذلك الملاحظة الأخيرة وهي أن معظم حجم الذرة هو فراغ. لماذا؟ لأن نصف قطر الذرة أكبر بكثير من نصف قطر نواتها. أما بالنسبة لهذا الإكس والأزاد لربما كان لما فهموش مليح، مثلا لو جيت أعطيت لك المثال هذا أن أ، هنا 23 وهنا 11، هذا ما ماذا يعني؟ لو جينا يعني زاد تساوي 11 والأ تساوي 23، يعني هنا أي هذه الذرة تحتوي على 11 بروتون، 11 بروتون، وكم تحتوي على نيترون؟ يعني هنا نقوم بالعملية التالية، أي أن تساوي أ ناقص زد، أي تساوي 23 ناقص 11 ومنه تساوي ماذا؟ 12. إذن هي تحتوي على 11 بروتون و12 نيترون.
أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في الفيديو الجزء الثاني من مكتسبات القبلية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.